الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثنه نعبده ولا نكفره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا شريك له في ملكه ولا مناوئ له في حكمه ولا مجابه له في سلطانه. سبحانه كل شيء قائم به. سبحانه كل شيء خاشع له. قال عز من قائل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وهادينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد يا رسول الله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجلوت الظلمة وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. بشرى لنا يا مسلمين. بشرى لنا يا مسلمين بمسك يوم ختامنا يوم القيامة والخلائق في مكان حسابنا. يبكي النبي تذللا صلى الله عليه وسلم. يبكي النبي تذللا حتى يكون شفيعنا فيجاب من قبل السماء: أأنت أحمد هاهنا؟ إن الشفاعة لم تكن إلا لطه عندنا. فاشفع تشفع يا محمد ما تريد لك الهنا. وأبخل من شئت الجنان فأنت صاحب عهدنا. فخر لنا ولآلنا كون الرسول زعيمنا. اللهم صل وسلم وازد وبارك عليه يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم،
لا شك أن الله سبحانه وتعالى وضح لنا في كتابه الكريم عن فضل ليلة القدر، فلم يوضحه نبي مرسل ولا إمام من الأئمة، إنما الذي وضح فضل ليلة القدر هو الله، وذكر الله لنا ذلك صراحة في كتابه الكريم من سورة القدر، حيث يقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. الله يرضى عليك، هذا أجر وثواب عظيم، ولكن ما بالكم وما رأيكم في عمل إذا قمت به كان لك عند الله أفضل من ليلة القدر؟ ويمكن لي ولك أن نحصل هذا الأجر. ما العمل الذي إذا قمنا به أعطانا الله عز وجل أجرا خيرا من ألف ليلة من ليالي القدر؟ وهو محور حديثنا، لكن بادئ ذي بدء نريد أن نعطر ألسنتنا بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. نحن في يوم عظيم، ولذلك خص الله عز وجل هذا اليوم وسمى سورة من كتابه على اسمه، فنحن جميعا نعلم أن هناك سورة جمعة، وربنا عز وجل نادانا فيها جميعا فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. خذ بالك لماذا قال ربنا عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله؟ وهناك حديث من أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين أي متفق عليه عند الإمام البخاري ومسلم، أن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نأتي إلى المساجد وكيف نأتي إلى الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. لماذا عند الصلاة نأتي مشيا، أما عند يوم الجمعة أمرنا الله تعالى بالسعي وهو المشي بسرعة؟ قالوا: لأن يوم الجمعة يوم فريد. جاءنا بيان ذلك في حديث آخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير يوم طلعت عليه شمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى إلا أعطاه الله ما سأل. قال العلماء: إنها الساعة الأخيرة بعد العصر. لكن على قدر الهدف يكون العمل في مجالب الرزق ومطالب الدنيا. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فاسعوا، ولا فامشوا، فامشوا في مناكبها. أما عند يوم الجمعة والمساجد قال الله فاسعوا إلى ذكر الله، أما إليه سبحانه وتعالى والالتجاء إليه واللوذ به قال الله تعالى لنا ففروا إلى الله، لأنه يوم الجمعة أمرنا الله تعالى بأن نسعى إليه. فلم يقل ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامشوا إلى ذكر الله، بل قال فاسعوا إلى ذكر الله. My dearest and respected brothers and sisters, we praise Allah subhanahu wa ta'ala and we send our peace and blessing
upon our beloved Prophet and last messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And I remember and remind myself and remind yourself with what Allah subhanahu wa ta'ala remind all of us in the Quran Kareem. When Allah ta'ala said, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Who believe, fear Allah subhanahu wa ta'ala the way he should be feared, and do not die except the state of Iman or Islam. My dearest and respected brothers, all of us know about the reward of Laylatul Qadr. Because Allah subhanahu wa ta'ala make it clear to us in the Quran Kareem, in Surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr, Allah mentioned and explained to us about the reward and about the benefits of Laylatul Qadr. It's better than 1,000 months. But do you know, there is one deed, if you did it, will be for you better than 1,000 of Laylatul Qadr. Not only one Laylatul Qadr, could be thousands, could be couple hundreds, could be couple tens, according to how much you can do. In the beginning, we are in a great day. What today is? The day of Jumu'ah. The day Allah subhanahu wa ta'ala name one surah after it, Surah Al-Jumu'ah. And Allah subhanahu wa ta'ala order us in this surah when we come to the masjid for Yom Al-Jumu'ah, we have to leave everything behind and come to the masjid. Allah Azza wa Jalla said, when you believe, when you hear the adhan for Yom Al-Jumu'ah, the day of Al-Jumu'ah, you have to walk fast to pray. Not only walking, but walk fast. Why Allah subhanahu wa ta'ala ordered us to walk fast to masajid? Which means, He encouraging us to leave everything behind and go to Allah subhanahu wa ta'ala's house. Put your Allah Azza wa Jal in your mind and the first priority for you. Because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam explained to us in a different hadith. He said, the best day ever, the sunrise on it, is the day of Jumu'ah. Allah Ta'ala, in this day, created Adam. And He put him in Jannah. And He took him away from Jannah. And in this day, the day of judgment will happen. Yawm Al-Qiyamah. And in this day, Allah Ta'ala put 1 hour. If you ask Allah Azza wa Jalla anything, He will give it to you. And most of the scholars, when they explain the hadith, they said the last hour after Asr, right before sunset. So the day of Jumu'ah is very important to us. It's not a regular day. In different hadith, we mention, inshallah ta'ala, we'll learn the importance of Yawm Al-Jumu'ah and what we should do as an etiquette for coming to masajid in the day of Jumu'ah. ما هو العمل الذي إذا قمت به أعطاك الله تعالى أجرا أفضل من أجر ليلة القدر بل ربما تحصل على ليالي عديدة على قدر ما تستطيع. إذا أردت أن تعرف صلي على خير البرية صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أوس
ابن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فلم يلغو أعطاه الله عز وجل بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، حاجة حلوة جدا، ده بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال نعيش مع الحديث حتة حتة. رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام يحثنا جميعا ويغرينا جميعا حتى نجتهد ونستعد ليوم الجمعة خاصة، ونجعل يوم الجمعة هذا شأن عظيم، لأنه لهذا اليوم شأن عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرون ما يوم الجمعة عند الله يوم القيامة؟ إنه يوم المزيد، يوم المزيد. لكن نعيش مع الحديث. أوس ابن أوس الثقفي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل أيام الجمعة، من غسل واغتسل ومشى وبكر وابتكر، أي ذهب باكرا إلى المسجد، ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام ولم يلغو. إذن غسل واغتسل، غسل الجمعة هذا أمر جليل من الأغسال المسنونة، غسل العيدين وغسل الجمعة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أرادوا أن يتنابزوا قالوا: لأنت أشر عند الله ممن لم يغتسل يوم الجمعة. كأنها يعني شيء كبير، إزاي يأتي عليك يوم الجمعة ولم تغتسل؟ فمن الأغسال المسنونة غسل الجمعة. رسول الله عليه الصلاة والسلام يحفزنا على ذلك فيقول: من غسل واغتسل وبكر وابتكر. بكر بالذهاب إلى المسجد، يقرأ القرآن، يسبح الرحمن، يدعو الله ما شاء، فهذا يوم جليل، يوم عظيم. وفي الحديث أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وذهب إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، في الثالثة كبشة، في الرابعة دجاجة، في الخامسة بيضة، ثم إذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكرى. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا يشجعنا على القدوم باكر إلى المسجد. ثاني: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام ولم يلغو. دنا من الإمام، كمل الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. ما جزاؤه؟ يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: كان له بكل خطوة
عمل سنة أجر صيامها وقيامها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما يديرس عند الله برادرز زديد. If you do it, Allah سبحانه وتعالى by His bounty will give you the reward more than زنيته في القدر couple times as much as you can. Is رسول الله عليه الصلاة والسلام explaining to us in the hadith, and this authentic hadith narrated by many of the scholars of hadith. A Sahabi who narrated this hadith, his name is Aws ibn Aws al-Thaqafi. He said, I heard Rasulullah alayhi salatu wasalam say, whoever take a shower or a bath in the day of Jumu'ah, he himself take a bath and his spouse also take a bath. Or they said, he took a bath and he washed his head. غسل واغتسل. غسل قال العلماء أي حصل بينه وبين الزوجة ما يوجب الغسل. وفي رواية قالوا أي غسل رأسه واغتسل واغتسل أي غسل سائر جسده. So he took a shower in the day of Jumu'ah and وَبَكَّرَ وَبْتَكَرَ and he went or he go early to the masjid وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ and he went walking not riding وَدَنَى مِنَ الْإِمَامِ and he sat closer to the imam which means he kept himself in the first lines and وَلَمْ يَلْغُ he didn't speak to anyone. Then he said, "Salam alaykum, akhi." Salam alaykum, akhi. When the imam in the member, we shouldn't talk to anyone. Even "Salam alaykum," we shouldn't say. But if someone said, you reply yourself. Even Rasulullah alayhi salatu wasalam, in this hadith, he mentioned to us, if you saw your brother speaking and you say, hey, listen to the khutbah, you also did something wrong. هي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه والإمام يخطب صح أي اسمع فقد لغى. وفي رواية ومن لغى فلا جمعة له. لكن تعالوا نسمع الرواية الصحيحة فقد لغى أي أحدث في يوم الجمعة شيء غير معتاد. الأصل أن نأتي فنستمع ما نسلم على بعض ما نتكلم مع بعض بعد الجمعة بالأحضان هذا الحبس اللي بيننا من بعض تعبير. لكن إذا صعد الإمام المنبر أن نسمع فالله تعالى يعطيك الأجر والثواب على هذا الكلام. So, رسول الله عليه الصلاة والسلام منشن the person he take a shower he went early to the masjid and he sit close to the imam and he listened carefully and he didn't speak to anyone he didn't interfere with anyone. Allah Ta'ala will give him for every steps he walk a deed of a whole year. The whole year will be as you fast the whole year and as you pray night prayer the whole year. Imagine for every step you take. How many steps from here to your house? How many steps from here to your work? If you come in by walking, Rasulullah alayhi salatu wasalam emphasize it and he said, وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ which means he went to the masjid by walk. He was walking, not riding. So this is benefit, hadith. And a glad tidings to us, to encourage us all. First, the importance of the day of Jumu'ah. It's very important and very holy day for us.
رسول الله عليه الصلاة والسلام said the best day ever. Sunrise is the day of الجمعة. In another hadith, عليه الصلاة والسلام قال إن سيد الأيام يوم الجمعة وأعظم من يوم الفطر ويوم الأضحى. فيه خلق الله آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله تعالى إلا أعطاه الله مساء. So رسول الله عليه الصلاة والسلام even he mentioned to us the importance of the day of Jum'ah is not a regular day. And Allah Ta'ala, when he mentioned about the Yawm al-Jum'ah, he told us, leave everything behind and come to Yawm al-Jum'ah. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوذِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمُ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Which means that Allah subhanahu wa ta'ala encouraged every one of us. In the day of Jum'ah, leave everything behind and come to pray and to come to the masajid. May Allah subhanahu wa ta'ala make all of us from those people who listen and will do. اللهم امين اللهم اغفر ذنوبنا او كما قال ادعو الله ان تكون بجوده ويسلم. الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميمين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأكارم، ذلك فضل الله والله ذو الفضل العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الثواب العظيم من الكريم سبحانه وتعالى. ولكن ما جزاء من لم يصلي الجمعة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، والحديث أيضا في الصحيحين، من ترك الجمعة بلا عذر ثلاثة جمع طبع الله على قلبه فكان من الغافلين. طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. من ترك الجمعة ثلاث جمع بلا عذر طبع الله على قلبه. والطبع على القلب هو الطمس. عافانا الله وإياكم. وهذا ما يبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فلذلك يحث النبي عليه الصلاة والسلام أن نجتهد في الحضور إلى يوم الجمعة، وأن نستعد ليوم الجمعة، وأن يكون لهذا اليوم شأن. يوم العيد، يوم عيدنا يوم الجمعة، وأن نتهيئ ليوم الجمعة، وأن نتزين وأن نتطيب. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأن تمس من طيب أهل بيتك، أن نلبس أفضل الثياب، وأن نتطيب، وأن نبادر، وأن نبكر، وأن نجلس ونسمع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الجمعة إلى الجمعة. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها أضاء الله عز وجل له أو أعطاه الله عز وجل له نور ما بين السماء والأرض وزيادة ثلاثة أيام. My beloved brothers, رسول الله عليه الصلاة والسلام told us in this hadith
the importance of the day of الجمعه. حديث narrated by the book all the books of sunnah and is authentic حديث. He صلى الله عليه وسلم said in the hadith of Aws ibn Aws al-Thaqafi, whoever take shower in the day of Jumu'ah and he will go early to the masjid and he will walk to the masjid and he will sit close to the masjid to the imam and will listen to the imam, Allah Ta'ala will give him for every step he walk a deed of a whole year. As he fast the whole year and as he prays the night prayer the whole year. This is hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And again, there is many hadith encouraging us to put in our calendar the importance of the day of Jumu'ah. And making everything from taking any appointment, anything. Oh, this is my Friday. I can't do many things in it. I have to keep time for my Friday. So I'm very careful about my Friday. It's my Friday. It's my honor to go to visit Allah subhanahu wa ta'ala in His house, to meet with my brothers, and to pray Salatul Jumu'ah, the best sha'ira of sha'ir al-Islam. And Allah ta'ala give us a glad finding for those they will come and make sha'ira al-Islam alive. He said, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Which means there is no excuse for anyone to skip Salatul Jumu'ah unless you are ready, has excuse. And you deal with Allah, not with the human. So again, for those who leave Jum'ah easily, Rasulullah alayhi salatu wa salam warned us in the hadith narrated by Abu Hurairah radiallahu anhu, an authentic hadith, whoever will leave 3 Fridays with no acceptable reason, no legitimate reason, Allah Ta'ala will seal in his heart and he will be from the heedless people. So all the time, keep yourself close to Allah and come to the masjid. May Allah Subh'anaHu Wa Ta'ala send us our iman. Allahumma aghfir dhunubana. Allahumma aghfir dhunubana. Allahumma ashfi maradana. اللهم توفنا وترضى عنا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما. واجعل تفرقنا بعده تفرق معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما انت به اعلم انك انت الله العز الاكرم. واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر.